عمر الإنسان في الدنيا محدود، هيعيش 60 70 سنة 100 سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذه السنوات كم تساوي يوم العرض الأكبر على الله؟ لا شيء، في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. ورغم كده ناس كتير بتعيش في الدنيا على قد ما تعيش وبتخرج منها زي ما جت زي ما راحت، كسحابة صيف غيامة وقت الصيف وعدت بدون مطر بدون أثر. ملايين من البشر ملهاش وزن ولا قيمة، جموا الحياة وكانوا عبء على الحياة، عاشوا وماتوا وما قدموش أي نفع حتى لأسرتهم. يقول الرافعي رحمه الله: إذا لم تزد شيئا على الحياة كنت زائدا عليها، بل بالعكس سابوا أثر سيء وراهم. كل ما تيجي سيرتهم الناس تدعي عليهم: يا ابن آدم، جئت إلى الدنيا بلا ذنب وخرجت من الدنيا وكلك ذنوب. ملايين من الناس ماتوا يوم ما اتولدوا بلحظات، ملايين من الناس عايشين وهم ميتين بين الناس ملهمش أي نفع. الناس صنفان: موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. وعشان أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، يعني لو دخلت أي مكان هتلاقي الناس اللي عمرها 60 سنة أعداد مش كتير، واللي عمره 70 أقل، واللي عمره 80 ممكن تلاقي 1 أو 2. فمن رحمة ربنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتح ليها من أبواب الخير والأجر المضاعف اللي يعوض بيه قصر العمر. فربنا من فضله علينا يخلي ثواب عبادة ليلة واحدة بثواب 83 سنة عبادة. بنص القرآن قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني اللي يعبد ربنا حق العبادة في ليلة القدر كأنه تعبد لله 83 سنة في ليلة واحدة. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثواب كبير. ونلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. واللي يصوم يوم عرفة ربنا يغفر له ذنوب 2 سنين. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله صيام يوم عرفة يغفر ذنوب 2 سنين القادمة واللاحقة. مين يضيع مواسم الطاعات دي؟ مش بس كده، من كرم ربنا علينا إن ربنا بيكتب لينا ثواب الأعمال الصالحة اللي عملناها وانتفع بيها الناس حتى بعد ما نموت. في آية من أرجى آيات القرآن قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، بس إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ودي التجارة الرابحة اللي بيسعد بيها المسلم في حياته وبعد ما ماته. يعني يا رب بعد ما الإنسان يموت ممكن يوصل له حسنات في قبره؟ كأنه لسه عايش، ده أثر الخير اللي عمله وهو عايش. النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا ويقول لنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. خلاص مفيش حسنات توصل له؟ لا، انقطع عمله إلا من 3. النبي صلى الله عليه وسلم بيبعث فينا الأمل ويدلنا على أهم الأعمال اللي لو عملها الإنسان قبل ما يموت هتخلد ذكره وتنفعه وإحنا تحت التراب. فيقول صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير اللي كل الناس عارفاه بس مين هيعمل بيه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له،
ومن رحمة ربنا بينا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله وما قالش انقطع أجره. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.